نروح نشوف أخبارنا الليلة. بعد مفاوضات مطولة، اتفاق مهم ينتج عن مؤتمر مناخ كوب 27. نجاح مصري، المفاوضون يقتربون من الاتفاق على صندوق تعويضات المناخ. واضح طبعا حصل بعض المشاكل في الساعات اللي فاتت، في مشاكل وفي اشكاليات كبيره جدا حاصله في قمه المناخ، وبعض الاتحاد الاوروبي حتى قال لك ان احنا ممكن نمشي ومش قادرين نصل لاتفاق. طبعا الاتحاد الاوروبي مش عايز يدفع، الامريكان مش عايزين يدفعوا، الدول الكبيره اللي هي سبب الكوارث اللي احنا فيها مش عايزين يدفعوا نهائي. التعويضات والخسائر حصل بنود معينه لازم يتم الوصول ليها، وبالتالي وزير الخارجيه اللي هو رئيس المؤتمر السيد سامح شكري عامل اجتماعات لحد 3-4 الصبح النهارده، ولسه الاجتماعات شغاله لحد دلوقتي. مصر تدخلت بورقه عمل جديده عرضتها على الوفود، اديتها الوفود بالكامل، بيتم التباحث حوالين هذه الورقه حتى اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم عليها. في بنود تم التوافق عليها، بنود اخرى لم يتم التوافق عليها. هنوصل لفين؟ لانه في الاخر لابد ان تصل ان يكون في صندوق، في خسائر، في اضرار، مساله التمويل، هيبقى في صندوق الاليه هتتم ازاي؟ الاليه بتاعته ازاي؟ القواعد هتتم ازاي؟ قرار لازم يبقى في قرار، لازم نصل ل يعني اتفاق. وبالتالي مصر دخلت بمنتهى القوه من خلال رئاسه المؤتمر. بالمناسبه المؤتمر ده نجح او فشل لا قدر الله، المساله مش مصر خالص، احنا دوله مسؤوله عن تنظيم عن اداره المؤتمر، نترأس المؤتمر. الاليه عند الدول العالم ال 200 دوله، الامين العام للامم المتحده بعد ما مشي رجع تاني اول امبارح، هو موجود دلوقتي في شرم الشيخ. ليه؟ في مفاوضات ضخمه ومفاوضات صعبه جدا، الدول مش عايزه تدفع من الاخر، يعني مش عايزين يدوا الدول المتضرره حقوقها، مش عايزين يدوها، مش عايزين يبقى في اليه. طب انت تعمل ايه بقى امام ده؟ تاني بقول لحضراتكم في العديد من السيناريوهات. الرئاسه المصريه مشكوره من خلال السيد وزير الخارجيه، طرح ورقه عمل جديده بتعبر عن رؤيه مصر وعن رؤيه الرئاسه، لانه في الاخر احنا وضعنا تسيير المفاوضات. تاني بقول تسيير المفاوضات، احنا في وضع حيادي. وزير الخارجيه رئيس المؤتمر محايد مع كل الاطراف، لانه في الاخر اراده العالم، اراده العالم ال 200 دوله نصل لاتفاق، كلنا لازم نصل لاتفاق. فوزير الخارجيه بيعمل جولات مكوكيه مع كل الوفود، بيعين وزراء يقوموا بمفاوضات مع الوفد الفلاني والدوله الفلانيه والحلف الفلاني والتحالف الاوروبي والتحالف مجموعه 77 والصين والتحالف الامريكي والتحالف الدول الناميه والتحالف الدول الجزر، كله انا بكلمكم عن مجموعات 200 دوله. ال 200 دوله دول مش زي بعض، مش زي بعض، لانه في دول هتدفع تريليونات من الدولارات، طبعا محبب معلوم ما يدفعوش، مش هيدفع، ودول منتظره التمويل اللي هي متضرره، افريقيا والدول الناميه. فالدول اللي هي اوروبا مع امريكا دول حاجه واحده، وافريقيا مع بعض حاجه واحده، والصين حاجه واحده، ومجموعات الجزر حاجه واحده، ودول تانيه حاجه يعني ال 200 دوله مش كلهم على راي واحد، مش كلهم على راي واحد. عشان كده هناك صعوبه شديده عشان تصل لتوافق بين ال 200 دوله. وبالمناسبه هقول لكم من دلوقتي، لو وصلت ده مش هيبقى في اجماع، في قضايا مش هتصل لاجماع، وارفعوا بقى النتائج بتاعتها ونخلص نروح بقى لقمه ال 28 في الامارات العربيه السنه الجايه وعليكم خير. عمليه صعبه جدا، لكن على الاقل بقى وصلت الموقف انه بقى عندك النهارده صندوق، الصندوق ده بقى قليته ايه؟ مين اللي هيمول؟ بكام؟ قد ايه؟ ده انت ال 100 مليار دولار ما دفعتش لحد النهارده، 100 مليار، طب انت بتتكلم على 3 تريليون او تريليون الاول، تريليون دولار. اهلا وسهلا، وبعدين؟ هنوصل لفين؟ عملية صعبة جدا وشاقة جدا ومجهود رهيب جدا، ولكن الرئاسة المصرية عايزة تصل لتوافق بين كل الدول. حد تاني الحد الأدنى من التوافق، انه في الآخر لازم يبقى عندك توافق، ما ينفعش بعد كل ده تيجي في الآخر خلصنا لسه قدامنا ساعات. قد يتم قد أنا بقول لكم قد يتم تمديد المؤتمر يوم آخر، تم تمديده النهاردة، امبارح وزير الخارجية طلع وقال هنمدد يوم آخر عشان نصل لحلول. قد لو ما وصلناش النهاردة لحد الساعة
11/12 النهارده ممكن يمدد يوم اخر. وبالمناسبه الموضوع ده مش جديد، حصلت قبل كده، تم تمديد مؤتمرات المناخ يوم واثنين، يعني مش جديد. لو حصل تمديد يوم تاني مفيش مشكله، عشان يبقى في توافق ونصل لهذا التوافق في حضور الامين العام للامم المتحده. عمليه صعبه، دول دمرت العالم مش عايز يدفع الفلوس اللي عليها، مش عايزين يدفعوا حاجه خالص خالص. الغالبية العظمى من الدول تعتبر اقتراح الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ متوازنا. مصر تحصل على تمويل، ده حاجات جديدة اهي، تمويل بعشر مليارات دولار في محادثات المناخ. مصر توقع اتفاقية جديدة لمصنع هيدروجين أخضر بطاقة 80,000 طن سنويا. دي مكاسبنا، دي مكاسبنا احنا. أرسلة فون دير لاين مفوضية الاتحاد الأوروبي تحذر من نقص الغاز في أوروبا العام القادم، بتقول إحنا السنة دي الشتاء خلاص استعدينا وعندنا مخزون 95%، مشكلتنا هتكون هنخزن قد إيه لشتاء العام القادم، وهو بالنسبة لها بتقول إنه ده هو الأصعب. وزير المالية البريطاني، الاقتصاد سيواجه تحديات صعبة خلال العامين المقبلين. فرنسا، خطة مكافحة التضخم الأمريكية قد تضر بالمنافسة العالمية. رئيسة وزراء فرنسا بتحذر أمريكا من الخطة اللي عاملاها الولايات المتحدة الأمريكية، بتتكلم على أكثر من 350 مليار دولار، وقالت إن هذه الخطة ستؤثر علينا، مش هيكون في منافسة وما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وبالتالي إنه الاتحاد الأوروبي قالت كده لن يقف مكتوف الأيدي. دي المعركة القادمة، يعني في معركة بين الصين وأمريكا، هتكون هناك ربما معركة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا أيضا. متاجر بريطانية كبرى تقنن بيع البيض بسبب انخفاض إمداداته. هنا بيتكلموا على المتاجر كبيرة جدا، معروفة جدا، يعني عدد المتاجر، الناس بتروح هناك بيقول لهم مفيش، أو خد كمية محددة أو عدد محدد وحدات محددة من البيض، ما تاخدش كميات كبيرة. وبعض المتاجر الاخرى قال لك ما عندناش وعندنا مشاكل، وقال لك حتى وجبه الافطار الصبح في بعض الاماكن ما فيش بيض على وجبه الافطار في بعض الاماكن في بريطانيا. ادي بريطانيا بيتكلموا دلوقتي على البيض. الثاني، خلال 48 ساعه كوريا الشماليه من امبارح، كيم اون عامل ازعاج للعالم، كوريا الشماليه تطلق باليستيا جديدا عابرا للقارات. واشنطن تعلق على المحادثات الأسلحة النووية مع روسيا التي ستعقد في مصر، وطبعا هذه المحادثات اللي هتتم هنا في مصر، طبعا في اجتماع هيتم، وده يمكن أول اجتماع ما بين أو يعني اجتماع مهم جدا ينعقد في مصر يوم 29 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى يوم 6 ديسمبر القادم لمناقشة المعاهدة اللي هي ستارت الجديدة الخاصة بالحد من الأسلحة النووية، ودي الاتفاقية اللي كانت وقعت بين الولايات المتحدة وروسيا، واللي بيتم باقتضاها فرق تفتيش من روسيا تروح الولايات المتحدة الأمريكية تفتش على الرؤوس النووية، وفرق أخرى تروح روسيا من أمريكا تفتش على الرؤوس النووية، ويقدروا يحددوا، وبالتالي يكون في التزام من البلدين حول الرؤوس النووية المحددة في هذه الاتفاقية اللي هيتم تمديدها المفترض، لأنه ده ميعادها، واللي تم تمديدها في آخر مرة عام 21 لمدة 5 سنوات. بيبحثوا نظام التحقق، لأنه لم يحدث تفتيش على ما بين البلدين نتيجة لكورونا، من 2020 ما حصلت تفتيش، وبالتالي يرجعوا يبدأوا يقوموا بعملية تفتيش على مواقع الأسلحة في كلا البلدين، وبالتالي طبعا حصل تعقيدات كثيرة جدا في عمليات التفتيش. هيكون مفاوضات هنا على أرض مصر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ترامب بيندد بإيه؟ بأسوأ تسييس العدالة في التاريخ الأمريكي. نانسي بيلوسي تتنحى عن رئاسة مجلس النواب بعد سيطرة الجمهوريين، سيطروا خلاص على مجلس النواب، أصبح جمهوري، وبالتالي هيكون الرئيس مجلس النواب القادم عن الحزب الجمهوري، طبعا مجلس الشيوخ تحت سيطرة الحزب الديمقراطي.
انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم النهارده كان عامل مؤتمر صحفي عن التشكيك في ولاء المشجعين بالمونديال، بيقول لك دي عنصرية خالصة، بيقول لك انه في ايه المشكلة انه يعني جمهور يهتف لهذا المنتخب او هذا اكل منتخب وغيره، ايه المشكله يعني؟ قال لك لانه في بعض الناس بيجد بعض المشجعين بيهتفوا لحد بعينه، يقول لك لا احنا هنفتت ده بس ما لناش علاقه بالاخرين، ممكن يشتموا الاخرين، فقال لك دي عنصريه، دي كره القدم، وبالتالي كره القدم يعني لازم ما يبقاش فيها عنصريه. وزير ماليه الدكتور محمد معيط بيقول انه في اقبال كبير للاستفاده بتيسيرات سيارات المصريين في الخارج. إيلون ماسك طبعاً اللي اشترى تويتر من أسبوعين يطلب من مستخدمي تويتر التصويت على إعادة تفعيل حساب ترامب. انتوا عارفين كانوا شالوا حساب ترامب من على تويتر طبعاً في إطار الديمقراطية طبعاً وحرية التعبير بعد واقعة الكونجرس الأمريكي في عام 2020، وبالتالي طبعاً اللي حصل هذه المشاكل النهاردة ماسك بيطلب من المستخدمين، دخل 10 مليون واحد تاني، 10 مليون دخلوا قالوا رأيهم بنسبة أكتر من 52% أكدوا أيوه طلبوا نعم لإعادة حساب ترامب مرة أخرى على تويتر. يبقى بقول لحضراتكم 10 مليون، حتى إيلون ماسك كتب وقال كل ساعة بيدخل مليون واحد بيقول رأيه، ووصل 10 مليون واحد تفاعلوا مع تويتة إيلون ماسك، و منهم أكتر من 52% من العدد ده أكدوا أنه نعم إعادة نعم مع تفعيل حساب ترامب مرة أخرى. ترامب عنده 88 مليون متابع على حسابه على تويتر.